اهلا وبيعملوا سر النوبة فيديو ده لالا نوادي. ان شاء الله انتم بخير، انا الحمد لله لاباس. كما كتشوفوا اليوم نهار مشمش، وداكشي علاش كنت مع راساتي ضروري نخمل الدار. بقاو مع الزوينات وفرجه ممتعه. كوكو زوينات، بغيت نوريكم الفطور ديالنا ولا واحد الطرف ديال الفطور ديالنا، وهذا صحي بزاف الزوينات. انا كنحاول دابا ما يمكن باش ناكل كل نهار لي فروي ضروري في خصوص الدراري، وحتى انا كنحاول ودرت كاع لي فروي اللي عندي في الدار، كل شيء اللي عندي في الدار في الثلاجه وكل شيء. و اشنو درت؟ درت التمر زوين بزاف، المخ ديالكم صراحه، و في الاخر غادي ندير شي شويه ديال سميتو ديال العسل الحار الزوينات. ومن الاحسن تاخذوا العسل اللي كاين في الريجيون ديالكم، زعما في المدينه ديالكم، هذا هو احسن حاجه، ولا في ديك الجهه زعما ديالكم، ما تمشيوش بعيد الزوينات، لان قالوا احسن العسل اللي كيجي مع الانسان هو هذاك اللي قريب لي. اي الا خديتي واحد اللي بعيد عليك ديال امريكان وما عرف فين ولا منين غادي يدير لك والو. المهم هذا غنديرو، وواحد ساشي ديال ولا واحد نص ساشي ديال سكر فاني، وصافي غادي نخلطو. غادي يطلق هذا الماء ديالو كوكو زوينات. لقيتوني عاوتاني في الروينه كما كتشوفوا. هادشي كلشي الروينه، كلشي كان هنايا في هاد ماريو هذا عامر. هانتو مازال هادشي هنا، وقلت مع راساتي نوريكم بعدا كيفاش ندير مع هذاك سميتو اللي وريت لكم في الفيديو ديال البارح وقيله، فين مشيت الايكيا وجبت هاد الحاجات اللي بس هاد القروص صراحه كيجبدوا مزيان، كيهزوا مزيان مزيان تبارك الله. وصل عندي شوفوا راه داكشي كلشي منظم دابا عندي. هذا كان فوق على فوق على واحد فوق على واحد، داكشي علاش حطيتهم كاملين هنايا. صراحه عجبني هاد القضيه، وحتى نتوما حطيته هنا كيبغي واحد البلاصه اللي ما فيش الضوء، وصراحه عجبني. ولا خاصني شي حاجه غنجبدو ساهل مهل وصافي. و حتى هنايا الزيوت اللي عندي هنايا كاع زيوت، وساهل حطيتهم هنايا عاوتاني. وهنا كتلقاو هذوك القراعي اللي جبت واحد مره شفت هادي كندير فيه شوفان، وهنا كنشيا حطيته هنا لان ما خصنيش كاع بزاف بزاف بحال هادشي. وحطيت هنا الروس، وهنا اللي هي مازال شي حاجه لاخر هنا سكر، وحنا هنايا هنايا الدقيق، وهاوما لي سيريال. مهم وهنايا مازال خصني نقاد القاديه لان داكشي كلشي عامر صراحه، فقصني راه عامر غير بلا وقت. وانا عندي صراحه واحد البيت غير بالحوايج ديال الماكله في اللاكاب، قلت مع راساتي هنا ندير غير هذوك الحوايج اللي خاصني كل نهار.
لي بلا ما نمشي للكاب ولا شي حاجه، ولتحت ندير هذوك الحوايج الاخرين بحال هادشي. هذا غرنات ابفل سيروب زعما اش كيقولوا ليه، ما عرفش بالفرنسي. المهم هادشي ديال النار كيديروا في اكله تركيه، هادشي ما خصنيش ديما صراحه، داكشي علاش هذا خصني ندير في لاكاب. او هنا يا مزاري سي برو، عرفتش وريت لكم ديجا، ولكن شريت هاد لي طباصل صغار ديال القهوه وديال الكيكه زعما عجبوني، ومازال ما عندي هاد سميتو في اسود. انا كيجيني تري كلاس صراحه، وجبت منهم 8 الواحد. اي وقيله مره اخرى مازال خاصني نزيد شي واحدين باش نحيد هذوك الاخرين اللي عندي. وهما بالنسبه للطابله ديالي عندي في الصالون زوين بزاف، لان هادو ماشي كبار بزاف، كيشدوا بزاف ديال البلاصه، وفنيونين في نفس الوقت وكلاس. المهم خلونا مع الدروينه و اتوت نديها عربيه ماشي قوريه، بنت بلادي هي العمر وهي الدنيا، عيني هدور يجي ماشي مزوري، يا شعرها حرير ماشي تعب رشيد، بنت بلادي زينة مليانة حنانة، يا تهبل بزين. فوالا زوينة دغو كوكو، رجعت من سميتو للصابون ودغيا صايبت هاد الدجاج دجاجة اي، وصايبتهم بحال ما هكا كما كتشوفوا. خديت هادوك العودات اللي كتنقي بسنانك، خديتهم عاديين جدا هادوك، و خديت هاد سميتو ودرت هاد الباستو، درتو راسي مع تامو ميكس، درتو مع البارميزان فرماج، عرفتي هذاك سميتو الفرماج قاصح ديال الطاليانيين، هذا 50 غرام ديال هذا، جوج تومات خلطته وزدت عليه معدنوس، واحد النص ديال بوكي ديال معدنوس، او ثاني العطريه الكايان فلفل كايان اللي حار بزاف شويه، وغير شويه منه، والملحه، ومازال شويه ديال الفلفل كحل عادي، وصافي هادشي كيخلط. او لاتي نشوف بحال هادشي دابا، الا كتحطي بحال هكا كتبان عليكم، كتبان دابا هاد الزيت من الفوق هذا، لاتي نوريكم نحاول هانتو. وهادشي كيخلط، وفي نفس الوقت حطيت فيه 120 غرام ديال ولا مليلتر ديال زيت زيتون، ولكن هاد اللي سميتو ما حليتوش، درتو في فيتاس ربع الزوينات، ودرت فيه هنايا هاد الزيت. وكما كتشوفوا كما كتلاحظوا كيدخل بشويه بشويه، يعني اللي صايبتو باستو ريوسكم خاصها دار بحال هاد الطريقه باش يصدق لكم. وهانتو بقى ليا بزاف، مازال غادي نديرو في في سميتو الثلاجه وصافي. درتو بحال ما هكا، عمرتو كلشي هنايا، وعمرتو بال فيتا كيز زعما الفرماج فيتا ولا الفرماج بيض كما كتشوفوا قاصح هذا. المهم ومالح، وإلا درت بحال هكا غادي يخرج رطيط بهاد اللحم زوين بزاف. انا غادي ندخلو دابا الفران، غادي نسخنو شي شويه بعدا على درجه 200، نخليه يسخن دابا شي 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، عاد ندخل هاد اللحم. ودابا غادي نزينو مازال بهاد الفلفله حلوه، و حتى هو غادي يطلق الماء ديالو. نديها
حق البنات البنات كما كتلاحظوا انا حيد دابا الصابون كامله ودرت بحسابكم وكندخل الحوايج كاملين مني غسل مني كنخرجهم من وراء الماكينه ديال الصابون كنديرهم في الماكينه اللي كينشف لي الحوايج. انا صراحه ما عملتوش بزاف لان سمعت من كل قنت بلي كياكل بزاف ديال الضو، داكشي علاش ما عملتوش بزاف غير واحد مره ولا شي حاجه في الشهر. دابا قالت لي واحد البنت، شكرا بزاف سميره، قالت لي زعما هاد البنت قالت لي هي مشات عند هاد الاداره ديال الضو و هي خلات تحسبهم شحال كيطلع ليها الى تدير زعما في العام شحال كيطلع ليها سميتو الضو، وغادي يكون اكثر زعما اكثر الى ما بين ما درتي عملتي ولا ما عملتيش بيناتهم غير 30 اورو، وداكشي علاش زعما ماشي بزاف، داكشي علاش هاني كانت لاح على هاد الماكينه ديال نشاف المهم اللي كينشف المهم وكل شيء كنحيد الصابون عليا بالزربه وشكرا بزاف على النصائح ديالكم، ماشي غير سميره بزاف البنات قالوا عليا وشكرا بزاف والله الا كتنصحوني وكندير بحسابكم، وكنشكر كاع البنات اللي كيدعيو معايا بزاف والله الا ديما كنفرح كنقول لكم امين شكرا بزاف الله يسهل عليكم حتى نتوما نديها عربية ماشي قورية بنت بلادي هي العمر وهي الدنيا عيني هدور يجين ماشي مزوري هي شعرها حرير ماشي تعب رشيد بنت بلادي زينة مليانة حنانة يا تهب البزين وكحلة العينين ياي بلادي زينة مليانة حنانة يا تهبر بزين كما كتشاهدوا الزوينات انا في الصالون ديالنا وكان خملو مزيان لان مع دراري الله يحفظهم ديما كيرونو كيعلكو كيديروا كل شيء باش ضروري خاصنا نخملو الصالون واللارج وكل شيء، وكما كتشوفوا راه بنوته حتى هي كتعاوني انا كندير وهي كدرمي وكتشطح الله يستر صافي. المهم في الاخر كان شعل هاد الضواو شريتهم من نانون انا زوينات زوينين بزاف صافي. كما كتشوفوا كلينا العشاء ديالنا وانا تلاحيت عاوتاني الكوزينه باش نحيد كاع هاد الماعين اللي كاينين، درت نصف ماكينه ديال الماعين ونص غسلته بيديا باش نحيد كلشي عليا وما نصبحش عاوتاني على ماعين ولا شي حاجه، وصافي هذاك الشيء اللي كاين هذا هو الروتين ديالنا ديال نهار السبت الزوينات. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو وان شاء الله جيت خفيفه على قلبكم، ديروا لي لايك وديروا لي سبسكرايب باش نكبروا في هذه القناه الزويناتي، وانا كنبغي نقول لكم مرحبا بكم الجداد والقدام وان شاء الله حتى المره اخرى الزوينات كنبغيكم وكنحمق عليكم وباي باي.